كما أدى نواب وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع نواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 قرر يعين كل من السيدة المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس أحمد محمد ظاهر محمد حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس مصطفى إبراهيم علي الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور أيمن محمد بهاء الدين صادق البصال نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي نائباً لوزير الصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد محمود ناصر الطيب نائباً لوزير الصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عمرو محمد قنديل شمس الدين نائباً لوزير الصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد شريف محمد فتحي الكيلاني نائباً لوزير المالية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد ياسر سمير صبحي كامل نائباً لوزير المالية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد السفير أبو بكر محمد حفني محمود نائباً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ومحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد السفير نبيل رياض حبشي غطاس نائبا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن نحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور حسام الدين محمد صلاح السيد عثمان نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس ماجد محمد عبد الحميد متولي نائبا لوزير النقل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. السيد المهندس وجدي شحات عبد الحكيم رضوان نائبا لوزير النقل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة المهندسة مارجريت صاروفين مينا يوسف نائبا لوزير التضامن الاجتماعي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزير التموين والتجارة الداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة يمنى أسامة محمد فريد البحار نائبا لوزير السياحة والأثار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.